بعض الزملاء يقولوا وجود اليوم بوبكر في التاسعة بعد ما تنحى اسمه سي الشاهد زايد ولا والحل الوحيد انه يولي ينشط برامج كي لطفي العبدلي ولا كي عبد الرزاق وعلاش طيحت قدرك علاش معناها يولي ينشط معناها عباره عرفت ديغراداسيون انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي سي اون معناها كانك الشاهد معاش موجود اللي تخدم له معاش موجود اللي التيكيت نتاعك معاش موجود اسمع ليس فخفيخ قرب لي من يوسف شاهد اذا ديماري مع فخفيخ خلاص بديت امشي ديماري باش نركب فخفخ مع فخفيخ لا اقل باهي توا السكوب اللي هذا مديته عاود 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 تعرف شنو كي بعد على السياسه كذكاء السياسي تنحى له قال فخفيخ اقرب لي من الشاهد معناها الشاهد كان قريب له جني جامي ني انه يوسف شاهد عمري ما نفيته عمري ما سالت سؤال ما هو اسال السؤال تو انا نجاوبك ما عنديش باش تكذب عليك انه علاقه شخصيه علاقة شخصية موجودة كيما علاقة شخصية كيما علاقتي الشخصية برشا ناس اللي أنا عرفتهم في الميليو هذايا أنت عندك فنانين اليوم في التعامل مع الفنانين مع المبدعين أقرب ولا فما علاقة إنسانية أقرب أوكي أنا عندي برشا أصحاب في السياسة برشا أصحاب اللي نتقابل معهم لتو نتقابل معهم غدوة كي يولي رئيس حكومة ولا يولي وزير ولا يولي كاتب دولة باش يولي ما عادش صاحبي باش يقعد صاحبي ودايور دخلوا شخصي في البروفيسيونيل ما يدخلش الشخصي في البروفيسيونيل ساعات تبدا انت ضد خط ما ضد خط ما تلقى روحك فورسيمون ضروره تتصنف مع الخط الاخر انا كنت موقفي ضد التوريث السياسي انا موقفي ضد الفساد موقفي ضد الفساد نلقى روحي ضد اسماء معينه وانت تعرفهم وخذناها الحكايه دي ما نحبش نرجع لها